إيلون ماسك يشري تويتر ب 44 مليار دولار. باش نحاولوا نفهموا هذايا في الكونتكست التونسي، احنا كلموا الانتاج نتاعنا على مده عام كامل بين سيكتور بوبليك وسيكتور بريفي، باش نلقاوها الكل في الكل يجي 47 مليار دولار، وقت اللي البودجي نتاع تونس هو 17 مليار دولار. تولد في جنوب افريقيا، بوه كان من بين الاغنياء اللي موجودين غاديكا. في عمر 12 سنه يقرر انه يبيع اول جو فيديو ب 500 دولار. من بعد في 17 سنه حب يمشي لكندا ويكمل قرايته غادي. بوه يعارضه ويقول له راني باش نقص عليك المصروف. إيلون ماسك كمان يمشي لكندا ويخدم ويقرا. بعد كندا يمشي لامريكا ويقص على الدكتوراه نتاعو في عمر 24 سنه، ومن لا شيء يقرر يحل اول شركه نتاعو ويبيعها بعد 4 سنين باكثر من 300 مليون دولار. في تونس عندنا دي جيني ودي سوردوي كيما إيلون ماسك، اما العائله تطر لك حياتك، المجتمع يشوف فيك صايم والا فاطر، والدوله تحط لك القوانين والاجراءات اللي ما تخليكش تطلع.